نبقى في المنطقة الشرقية، وبسبب سوء الأحوال الجوية في المنطقة شهدت المجمعات التجارية وصالات السينما إقبالا كبيرا من أهالي وزوار المنطقة. لنرى مشاهدينا أيضا كيف هي الصورة في أحد المجمعات التجارية، وكيف هو الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية في صالات السينما بالظهران. ومن هناك انضم إلينا مراسل الإخبارية محمد دهام. محمد، مساء الخير، كيف هي الأجواء هناك والحضور داخل صالات السينما؟ نعم زميلي فيصل، مساء الخير لك ولكل السيدات والسادة مشاهدي الإخبارية. بالفعل أجواء المنطقة الشرقية بالأمس واليوم بسبب سوء الأحوال الجوية هنا بالمنطقة الشرقية، الكثير من الأهالي توجه إلى المجمعات التجارية وإلى الأماكن المقلقة بشكل عام. إجراءات مشددة حقيقة في كل المجمعات التجارية في المنطقة الشرقية، نتكلم منذ دخول المتسوقين والزائرين إلى المجمع، تطبيق توكلنا، إضافة إلى قياس درجة الحرارة، رجال الأمن الصناعي متواجدون وينبهون من يخالف. حقيقة حتى شاهدنا المتطوعين والكثير والعديد من الجهات ذات العلاقة. كما نشاهد الآن بعدسة زميلي الإجراءات وأيضا الصورة هنا في هذا المجمع التجاري، وأيضا زميلي فيصل بالنسبة لصالات السينما أيضا شهدت إجراءات مشددة وإجراءات طبقت للحفاظ على سلامة الذين يتوافدون إلى السينما. يعني نتكلم خلال ليلة البارحة، على حسب ما وصلني من الأخوة هنا في صالات العرض بالسينما، أن شهدت إقبال كبير جدا جدا بسبب سوء الأحوال الجوية في الظهران وفي حاضرة الدمام وبشكل عام المنطقة الشرقية. نتعرف وإياكم مشاهدين الكرام على أبرز الإجراءات الاحترازية المطبقة هنا في صالات السينما. أرحب بضيفي الأستاذ عبد العزيز الخان، المدير المناوب في صالات سينما موفي بالظهران. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد العزيز، حدثنا عن أبرز الإجراءات الاحترازية التي قمتم بها. وعليكم السلام أخ محمد. طبعا جميع الإجراءات الاحترازية والموضوع من قبل الجهات المعنية تطبق بأدق التفاصيل، وذلك لسلامة موظفينا وسلامة ضيوف موفي سينما، بحيث يتم التأكد من وقياس درجة الحرارة بالإضافة إلى تطبيق توكلنا، وأيضا وضع الملصقات للتباعد، وأيضا التباعد داخل القاعات وبين المقاعد. جميل جدا. نعرف أن السينما يتوافد إليها الصغير والكبير، كل الفئات العمرية. حدثنا ما هي، كيف رصدتم وعي المجتمع؟ طبعا لدينا مجتمع واعي، بحيث سهل علينا تطبيق الإجراءات الاحترازية بأطبق التحديثات، بحيث لم نواجه أي مشاكل. جميل جدا. حدثنا أيضا عن آلية التعقيم. طبعا يتم تنظيف القاعات بعد كل عرض وتعقيمها، وأيضا يتم تنظيفها وتعقيمها باستمرار طوال اليوم. جميل جدا، شكرا جزيلا لك وبالتوفيق لكم إن شاء الله، ونسأل الله السلامة للجميع، لكل من موجود هنا بالمنطقة الشرقية، وحفظ الله الجميع من كل سوء ومكروه. نعم زميلي فيصل، هذه هي الصورة هنا في إحدى المجمعات التجارية، وتحديدا من أمام إحدى صالات عرض السينما هنا في المنطقة الشرقية. مثل ما ذكرت لك، إجراءات مشددة واحترازية للحفاظ على سلامة الزائرين، وأيضا كما ذكر ضيفي قبل قليل، المجتمع هنا بالمنطقة الشرقية واعي وملتزم بالإجراءات. نتمنى منهم أن يستمروا في ذلك ولنصل لبر الأمان. حفظ الله الجميع من كل سوء وكل مكروه.